يقام مساء اليوم حفل توزيع جوائز البريت الأكثر شهرة في المملكة المتحدة لعام 2022، لكن بتغييرات عديدة مع إلغاء فئتي الذكور والإناث وتقديم 4 جوائز جديدة. وسيقام الحفل الذي يقدمه مو جيليغان لهذا العام في مسرح The O2 في لندن. قائمة ترشيحات يتصدرها كل من الفنانة البريطانية أديل وديف أتشيرن وليتل سيمز ب4 ترشيحات لكل منهم، يتبعهم سام فيندر ب3 ترشيحات لفئات فنان العام وألبوم العام إضافة إلى أغنية العام. ومن متصدري الترشيحات لجائزة أفضل فنان صاعد التي يتطلع إليها كل من الجمهور والفنانين كل عام، نجمة البوب بري رونوي، لولا يونغ وهولي هامبرستون، وهم الأكثر ترجيحاً في السباق للفوز بالجائزة. ومن الأحداث المنتظرة في الحفل عروض أداء من كبار الفنانين كأديل وإتشيرن وليام غاليغر، كذلك هولي هامبرستون. والجدير بالذكر أن الفئات 4 الجديدة التي تمت إضافتها هي فئة أفضل موسيقى للروك والهيب هوب والرقص والبوب.